تقدم كاتب وشاعر، كتبت الرواية والمسرح ودراسة، وكتبت للسينما وللإذاعة وللتلفزة. واليوم في لقاء في دار الرواية أو بيت الرواية سوف أتحدث مع الجمهور على ما أنجزته في ميدان الرواية. عندي 5 روايات آخرها عام 2012، ورواية للشباب بعنوان ابن خلدون للمراهقين وللشباب ولليافعين، و4 روايات عادية، منها رواية قمر الغدران ورواية نساء الجبل ورواية بنات غازي، ثم الرواية الأخيرة التي كتبتها في 2012 اسمها حدائق الفجر. لا أدري، أنا سوف أحكي الجمهور عن حياتي الخاصة، ثم الأخوة المستمعين لهم أن يسألوا في الميدان الروائي التقني، الكتابة والإبداع وأدوات الكاتب وغيرها من الأشياء الأخرى. هذه كلها أشياء يطرحها القراء، ولا أدري ما سيطرحون أيضاً.